الشناوي، شوبير، عواد، المهدي، سليمان. يعني هو طبعا طبيعي اللي هم دولت هم اللي على الساحه، وما شاء الله يعني كلهم جوان كويسين قوي بصراحه. يعني حارس مرمى مصر في المباراتين او في المباراه الاولى اللي جايه يعني؟ لا هو طبعا الشناوي هو كان نمره واحد في الكام سنه اللي فاتت، ست سبع سنين اللي فاتوا اكيد. وده يعني ده كان واضح، مش 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 مجامله، لكن هو كان واضح ان هو يستاهل ان يعني ياخد هذا ال وشوبير المستقبل. لما انصاب اكيد الاصابه بعدته، وده امر طبيعي وعادي. اللي اشتغل بشكل كويس شوبير، ودي يعني ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل حياة دول في حياتنا طبعا دول تلك الايام ندولها بين الناس. نعم شوبير لعب، ولما لعب يعني اكيد ان هو استأسد فيها، وبقى بالاسم اللي هو فيه ده. ممكن حسام حسن وانت حضرتك تعرفه عن قرب، ممكن بتفكيره يبدا بشوبير مثلا، مصطفى شوبير، ويستحق شوبير. هو الطبيعي يبدا بشوبير في المنتخب طبيعي. انما ممكن هو يعني ايه يعني هو كفكره يعني ممكن هو فكره ان هو الشناوي، لان الشناوي كذا وكذا وكذا، بس هو يتحملها. يعني اكيد ان الشناوي يعني ايه مؤهل بشكل الخبره الدوليه ترشح الشناوي. لكن الاداء لكن المشكله كلها انها باللعب برضه. يعني ما ينفعش ان انا اجيب حد من بيته ولا مع كامل احترامنا طبعا عواد والمهدي، بس احنا بنتكلم يعني لا طبعا مصلحة عامة. انا عايز اقول لك حاجه، اتفضل. عواد جون هايل هايل. انا يعني انا اشتغلت مع عواد بس اشتغلت معاه كان مصري. يعني حسستني بيه ان هو يعني انا عرفت ان هو هيروح في حته هايله جدا. ويعني يعني يعني اللي انا فكرت فيه بالنسبه له هو هي في نادي الزمالك، وهو حاجه يعني في حاجه هايله جدا جدا جدا. وانا شايف ان هو فنياته كمان عشان انا عشت معاه عاليه جدا جدا، فبالتالي يعني متواجد. فلكن اللي كان يعني نجم الشباك الفتره الاخيره مصطفى شوبير، اللي فاتت هو مصطفى شوبير ده كل حقيقه. فبالتالي طبعا لكن طبعا انا ممكن يعني حسام يلعب الشناوي ويتحمله هو، لان هو اداء حضرتك لو سالت حضرتك السؤال ده، لو انت مدير فني منتخب مصر وقدامك النموذجين، لا لازم العب اللي انا شايفه اللي هو شوبير. انا بتكلم يعني انه حسام لو عايز يلعب الشناوي هيتحملها، يعني يتحملها بمعنى ايه؟ هو عنده ثقه كبيره في الشناوي. سؤال يا كابتن، لكن هو سؤال يا كابتن مختار، معلش انا بتطرف عليك في السؤال ده. كابتن حسام حسن دايما بيبقى عنده فلسفه انه يكتشف ويدي الفرص. ممكن يبقى شايف حسام حسن ان لو لعب مصطفى شوبير يبقى عمل جون جديد لمنتخب مصر، يعني يبقى تتحسب لحسام يعني ان هو يعني ان هو أو, او 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 ادى فرصه لحارس قادم لمنتخب مصر السنين الجايه، خد قرار زي ما الشناوي خد الفرصه بعد حضري. ما هو الشناوي خدها ازاي برضه؟ ما هو خدها كده يعني اما اشتغل والمدربين شافوه ان هو يستاهل ان هو لازم يلعب اكيد مباشره. حارس مصر في كاس العالم 2018 خلاص يعني وده امر طبيعي وعادي. الدفاع دفاع ما انا شايف ان هم عبد يعني المنعم، هو ربيعه، ياسر ابراهيم، احمد رمضان، بيكهام، محمد هاني، اكرم توفيق، محمد حمدي مش هيلعب وفتوح اصابه. هو طبعا محمد عبد المنعم طبعا اكيد يعني نمره واحد. رامي صراحة اللعب في الفتره اللي فاتت دي نفس الحاله بتاع شوبير. لا نفس ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم في فتره من الفترات كان مش كويس، انا كنت ببقى قلقان منه. لما لعب ولعب ولعب علي بشكل هايل جدا جدا، لولا الاصابه ديت هي اللي بعدته. فده برضه يعني نفس الكلام اللي انا كنت بقوله على ياسر بقوله على رامي دلوقتي. رامي علي بشكل هايل جدا، فانا شايف ان يبقى محمد عبد المنعم ورامي يبقوا متواجدين، حتى
يمين محمد هاني. محمد هاني لا محمد هاني طيب ما شاء عندنا الله. بقى محمد حمدي موقوف الأولى فتوح استبعد الإصابة. مشكلة كبيرة. مين مين الله يكون في عونه. دي بقى أنا شايف إن دي بقت مدلعة. مين الحل يا كابتن؟ في اللي موجودين كان معانا قبل الفاصل الكابتن أحمد حسام ميدو قال عمر جابر ماشي بشكل هو مميز جدا الفترة الأخيرة يعني وعندنا كمان عمر كمان. والله حتى أنا كنت بتكلم مع يعني واحد من الإعداد الإعداد وقعدنا نتكلم في الكلام ده وأنا قلت له لعبنا الزمالك عمر جابر. عمر جابر فعلا صراحة عمر لعيب هايل جدا وفي أعلى مستويات السنة وشخصيته تقدر تلتكن عليها يعني كشخصية كمان شخصية هايلة جدا جدا يعني إيه ما يخيبكش لأن أنت بتلعب في ظروف خاصة في الحتة دي هو مش الطبيعي إن هو يلعب ناحية الشمال فانا انت مضطر لحاجه زي كده خبراته الكبيره يعني بالظبط زي ماتش النادي الاهلي وعلي معلول يعني علي معلول لما قعد والدنيا وجينا لعبنا يعني اللي احنا لعبناه ودي الولد يقوم بشكل كويس ويعني ادى ماتش كويس قوي والحمد لله عدت بشكل كويس فانا شايف كده يعني خط الوسط مروان عطيه حمدي فتحي احمد نبيل اوكا كوكا إمام عاشور زيزو إبراهيم عادل ناصر ماهر تريزيجيه مصطفى فتحي محمد صلاح والله ومحمد صلاح يلعب في نص ملعب يعني ممكن نص ملعب متقدم بقى نصنع لعب يعني لا خلينا ده ما خلاص هم كل هم كل دولت يعني احنا فاضل لنا بس رؤوس الحربة بس يعني هو فاضل بس رؤساء الحرب اللي هو رؤوس الحرب بس لكن اكيد ان ده مصطفى محمد وشامي وقفه وشريف دول خمسه لعيبه هيلعبوا ودول خط الهجوم راس حرب واحد في دول يعني هيبقى مصطفى اكيد اخي مصطفى اكيد انما هيبقى موجود في يعني في نص الملعب لو يجيب لنا الاسامي الاسامي تاني بعد اذنك هيجيب على حضرتك تاني يا كابتن اتفضل يا كابتن اتفضل يعني شايف انا يبقى يعني اكيد مروان عطيه بصراحه يعني ما شاء الله مثبت نفسه في الحته اللي في الحته اللي فتحت ديت بشكل كويس زيزو وزيزو وانا شايف ان يعني امام لازم يلعب وامام ممكن كمان يعني يلعب في الحته اللي تحت يعني ممكن ألعب امام ولاعب مروان وممكن ألعب يعني مش هلاعب زيزو قدامهم انما ممكن يبقى برضو يعني يبقى في يعني قدام الناس ديت يبقى عندنا محمد صلاح لا يبقى هو محمد صلاح وزيزو هم اللي يبقوا يعني تحت مصطفى محمد ايه مثلث مثلث احنا لازم نلعب برضه نلعب احنا هنلعب هناك لا هناك لازم الماتش الاولاني هنتكلم على الاولاني الماتش الاولاني لازم نامن شويه يعني يبقى على الاقل عندنا مروان امام لازم يبقى يعني هادي الماتش الاول في القاهره والماتش الثاني في غينيا بيساو الماتش الاولاني هنا في مصر يوم الاثنين ان شاء الله في مصر بوركينا فاسو يعني نلعب في غينيا بيساو يا كابتن الثاني في غينيا بيساو هناك بعدها على طول هيسافروا تاني يبقى نلعب مروان مروان عطيه وامام وحمدي فتحي الثلاثه دول في نص ملعب ويبقى اللي موجودين انا طبعا مش عارف تريزيجيه احواله ايه انما يبقى محمد صلاح وزيزو محمد صلاح وزيزو ويبقى قدامهم كابتن مختار حضرتك ممكن مصطفى. هل كان هناك بعض اللاعبين كان ممكن يبقوا على رادار كابتن حسام حسن يبقوا متواجدين ولا او يستحقوا التواجد وما تواجدوش في القائمه من وجهه نظر حضرتك والله انا شايف برضه لعبنا بتاع حسين الشحات حسين الشحات صلاح يعني استاذ ياسر حسين الشحات لازم حسين الشحات متواجد سام مرسي هو سام مرسي ما جاش مصري طبعا مع الجنسيه ومع البطاقه ومع كل حاجه انا بصراحه ما عشتش معاه قوي مش متابعه بس حسين الشحات شايف انه كان لا لازم يبقى متواجد صراحه يعني مؤهل بشكل كبير جدا ان هو لعيب يبقى لعيب منتخب 32 سنه سام مرسي يعني 32 سنه بس مشارك بشكل اساسي وصعب فريقه ما شفتوش انا وما يعني ما عشتش معاه وما طيب حسين الشحات شايفه الاقرب بصراحه لازم في حسين الشحات تاني ها
لا يمكن اقرب واحد يعني. لا ودونج دونج دونجا دونجا لا دونجا شحاته لعب نادي الزمالك. لا دونجا صراحه مؤدي بشكل هايل جدا جدا, وفي الحته اللي في القلب دي برضه بصراحه يعني كان يبقى مروان, يبقى مروان عطيه او دونجا يعني, يعني حتى لو يعني ممكن يبقى يعني غيار هايل جدا جدا معايا في حته القلب اللي هي موجوده دي, وده امر كان يبقى مهم جدا صراحه. ليه برضه؟ لاني في لعيبه بصراحه بتادي اداء في منتهى القوه وفي منتهى الجدعنه وفي منتهى الايجابيه يعني, هما الاثنين دول يعني حسين الشحات ودونجا. لا ما ينفعش ان يبقوا مش متواجدين, ولو متواجدين ينفعوا ان هم يبقوا ينزلوا في اي وقت, وده امر يعني انا شايف ان هو يعني لازم كمان ان احنا كمان يعني ايه نكافئهم بالاداء اللي هم بيأدوه, لكن اكيد ان هي وجهه نظر. عمر كمال كان يستحق التواجد بكل امانه في ظل الغيابات, احنا ما هو بنتكلم بقى في الغيابات. انت عندك حمد حمدي مش موجود. عمر لعيب هايل صراحه, لعيب هايل صراحه, هايل يعني, ولما بيأدي كمان بيأدي بشكل وايجابي. كابتن مختار احنا دايما بنحترم وجهه المدير الفني, حضرتك لو في مكان كابتن حسام حسن له كل التقدير والاحترام والدعم, لكن هناك الفنيين وهناك الاعلام وهناك الراي الاخر وهناك راي الشارع اللي برضه بيفهم في الكوره اكيد, وعنده رؤيه. بقول لك الناس اللي قاعده في القهوه بيعرفوا زينا. انا قال واحد وهو ماشي في الشارع بتلاقي كل طوائف الشعب اللي لها كل تقدير واحترام, يقول لك يا كابتن مش عارف ما خدش مين, لا كان المفروض يلعب مين, وازاي ما يعني كان وجبت يعني الطبيعي كان دونجا, عمر جابر صراحة, عمر كمال عبد الواحد وحسين شحات. هو شوف يعني اكيد يعني في خيارات يعني انا من وجهه نظري ممكن ما تبقاش يعني في خيارات ممكن تبقى فيها احسن من يعني دونجا. ما ينفعش ان في غيار ممكن انا اعمله. عمر جابر بيعيش احلى وعمر جابر فترات. انا بقول لك كمان دونجا ما ينفعش انه ما يتاخدش. عمر كمال برضه لعيب في الحاجات دي, راجل وفي منتخب مصر وبطوله افريقيه ورا بعض بطولتين وبيأدي كويس.